اهلا بيكم، انا اسمي محمد ممدوح، انا مهندس كيميائي وبحب الهندسه الكيميائيه وبحب اكتر حاجه فيها الكنترول. اتمنى تستفيدوا. اهلا بكم في الفيديو ده. هنتكلم مع بعض عن الكاسكيد كنترول. الكاسكيد كنترول يعتبر انهانسد سنجل كنترول لوب. الرسمه دي مهمه جدا، كل شويه بنرسمها، معلش بس هي مهمه جدا. احنا عندنا كنترولر بيطلع اوتبوت لكنترول فالف، بيأثر على السيستم، نرجع نقيس ده بسنسور وندينا حاجه اسمها بي في اللي هي البروسيس فاريبل مع سيت بوينت. اوريدي انا مديها للسيستم، مديها للكنترولر، ودي النقطه اللي انا عايز عليها. خلينا نوضح المواد دي مع بعض تاني. احنا اكيد كنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير بس مش مشكله. دي سيت بوينت اللي هي ديزايرد فاليو، هنا بروسيس فاريبل اللي هي الكرنت فاليو، بيروح له الكنترولر بيطلع ايرور. الفرق ما بينهم بيبقى ايرور، بيروح له الكنترولر. الكنترولر على حسب نوعه وعلى حسب التيوننج بتاعه بيطلع اوتبوت. الاوتبوت بيروح لكنترول فالف، والكنترول فالف بيأثر على السيستم وهكذا، واللوب كلوزد. فعشان كده دي اسمها كلوز لوب، كنا اتكلمنا عنها، او فيدباك، فيدباك كنترول لوب. تمام. هنضرب مثال مع بعض على اللوب دي عشان نقدر نشوف الانهانسمنت او المشكله اللي هي بتواجهنا. علشان كده احنا عايزين نعمل انهانسمنت للوب دي. هنضرب مع بعض مثال. المثال اللي مرسوم هنا قدامنا ده تاور، بوتوم بتاع التاور، دي برودكتس بوتومز مثلا. وبعد كده بعمل ريبويلنج هنا لجزء تاني عشان اقدر احافظ على البروفايل بتاع الكولوم ده. بيتم في ريبويلر عندنا ستيم بيدخل يعمل، بنضيف هيت للسيستم، وبعد كده بيبقى الستيم ده يتحول لكوندنسيت، وبعد كده بنتخلص منه. التمبريتشر هنا بتاعت التري دي حافظ عليها ان انا بتحكم في الفلو بتاع الستيم اللي هنا عن طريق كنترولر تي اي سي، بيتحكم في الفلو هنا. كل ما التمبريتشر دي تقل معناها ان الريبويلر ديوتي ده قليل، فمحتاجين نزود الفلو بتاع الستيم. فالكنترول فالف ده بيفتح اكتر، يزود كميه الستيم، يزود الهيت ديوتي بتاع الريبويلر، فيحصل ريبويلنج او الفلو اللي هنا يزيد اكتر مع التمبريتشر تزيد. فالتمبريتشر تفضل عند نفس السيت اللي انا عايزها. لو افترضت التمبريتشر انا عايزها بقيمه معينه 200 درجة 300 درجة مثلا، 300 درجة، خلاص احنا كده محافظين عليها بالطريقة دي. السيستم ده تمام، يعني لو رجعنا حطينا السيستم ده تاني هو ده، هيبقى تي اي سي هنا، وعندنا الكنترول فالف ده لو نسميه رقم مثلا 101، كنترولر هيبقى ده 101 مثلا. والسنسور بتاعنا عبارة عن تي اي، بيقيس الحرارة هنا، بيقيس الحرارة هنا، ويرجع يفيدني باك عن الحرارة، الحرارة بقت كام، وهكذا. البي في هتبقى عباره عن تمبريتشر والست بوينت تمبريتشر انا عايزها زي ما قلنا 300. السيستم ده تمام، ممكن يشتغل مفيش مشكله، لكن خلينا نبص عليه كده نظره اقرب شويه. الفلو بتاع الستيم ده لو اتغير لاي سبب من الاسباب، نتيجه لان ضغط الستيم اتغير او الريبولر ديوتي نفسه اتغير، يعني السيستم بتاع اللي هو الكولوم ما حصلش فيه تغير، لكن الفلو بتاع الستيم اتغير لسبب من الاسباب، ده هيأثر على التمبريتشر، ده هيأثر لي على التمبريتشر، فيحصل ديستربنس حقيقي. بعد كده هعمل اكشن. اللي انا عايز اقوله ان الديستربنس بيحصل، بعد كده انا باخد اكشن. طيب لو في نقطه اقدر اتوقع منها الديستربنس هيحصل فين واقدر اعملها لها كنترول، مش قبل ما يحصل الديستربنس بس بعد ما يحصل بوقت صغير، فده الانهانسمنت اللي احنا بنحاول نعمله، وده اللي هو كاسكيد كنترولر. بنشوف نقطه تانية قريبه للتغير ده اللي بيحصل على الحراره ونقدر نتحكم فيها. زي ايه هنا؟ الفلو بتاع الستيم اللي هنا، الفلو بتاع الستيم هنا بيأثر في التمبريتشر، وهو اصلا انا حاطط الكنترول علشانه، بس انت لو لاحظت ان انا هغير الفلو بتاع الستيم يخش يزود الديوتي، بعد كده يأثر في الحراره شويه بعيده وبتاخد وقت. التغيير اللي احنا هنعمله على السيستم اللي احنا كنا راسمينه، ان احنا هنخلي الاتي، هنحط اف اي هنا فلو ميتر نقيس بيه فلو بتاع الستيم. زي ما قلنا ان الفلو بتاع الستيم المهم ان يكون ثابت علشان خاطر التمبريتشر تثبت، ده رقم واحد. طبعا ممكن حاجات تانية تغير التمبريتشر، ان الفلو الانترنال يتغير او الفيد اللي داخل الكولوم نفسه يتغير، ده وارد، بس احنا بنتكلم على نقطة نقدر نثبتها في الأول عشان دي من الحاجات اللي هي بتغير التمبريتشر بشكل كبير. فبنحط اف اي هنا، هنقيس الفلو بتاع الستيم، وبعدين هنعمل دايرة كنترول زي الفيدباك كنترولر العادي اللي احنا عايزين نثبت الفلو بتاع الستيم هنا عن طريق الكنترول فالف ده.
الدايره دي هتكون بالشكل ده اف اي سي، كنترولر بيطلع اوتبوت لكنترول فالف بيأثر على السيستم وبيرجع يفيدباك فيد مي باك بالاف اي او بي في اللي هي هتبقى عباره عن فلو بتاع الستيم وسيت بوينت للفلو بتاع الستيم. الفكره بقى هنا مين اللي هيدي السيت بوينت بتاع الفلو بتاع الستيم؟ احنا في الحقيقه مش عايزين نتحكم في الفلو بتاع الستيم، احنا عايزين نتحكم في التمبريتشر مش عايزين نتحكم في الستيم. لكن احنا عشان نتحكم في التمبريتشر بنتحكم في الستيم. فرقم واحد احنا اتحكمنا في الستيم، طيب مين اللي هيحط السيت بوينت؟ ده اللي احنا هنفكر فيه دلوقتي. هنخلي التمبريتشر بنفس الكلام، نقيس تمبريتشر هيبقى في تي اي هنا يقيس لنا التمبريتشر ويدخلها مع سيت بوينت، في سيت بوينت حاطينها احنا دي التمبريتشر اللي احنا عايزينها، عايزين تمبريتشر زي ما قلنا قبل في المثال 300 هنا. دي سيت بوينت وهيقيس التمبريتشر، بناء على الاثنين هيطلع ايرور وهيطلع اوتبوت. الاوتبوت بتاع التي اي سي هو اللي هيروح يدي سيت بوينت للاف اي سي. يعني ببساطه احنا هنخلي الكنترولر بتاع التمبريتشر يتحكم في الكنترولر بتاع الفلو بتاع الستيم، يتحكم الفلو بتاع الستيم يتحكم في الفلو بتاع الستيم فعلا، وده يأثر في السيستم ككل. اللوب هيبقى شكلها كالآتي، احنا بعد ما اتحكمنا في الفلو بتاع الستيم بالشكل ده بنقيس هنا تمبريتشر، والتمبريتشر دي في سيت بوينت انا دي التمبريتشر اللي انا عايزها اللي احنا قلنا ان هي 300 مثلا، في بي في كرنت تمبريتشر هي التمبريتشر في الوقت الحالي، والايرور ما بينهم الايرور ما بينهم هيروح لكنترولر تاني اللي هو تي اي سي، والتي اي سي هيدي اوتبوت. الاوتبوت ده هو اللي هيتحول سيت بوينت للاف اي سي. زي ما شايفين كده السيستم هيبقى عباره عن اتنين لوبس لاير ورا لاير. اللاير الاولانيه هي الكنترول اف اي سي اللي هو كنترولنج بتاع الفلو بتاع الستيم، اللاير الثانيه هي الكنترولنج بتاع التمبريتشر. ده هيحصل ازاي؟ هيحصل انه ادي تي اي سي الاوتبوت بتاعه زي ما احنا قلنا الاوتبوت غالبا بيكون من 0 ل 100. اوكي من 0 ل 100%. الاوتبوت ده بدل ما يروح لكنترول فالف زي السيستم القديم زي السيستم اللي احنا كنا بنتكلم عليه هنا، ان الاوتبوت ده اللي هو التي اي سي كان هيروح رايح عباره عن اوتبوت من 0 ل 100 لكنترول فالف، فيفتح الفالف او يقفله اكتر، هيتحول لسيت بوينت. طب ازاي هنحول الاوتبوت ده اللي هو من 0 ل 100 لسيت بوينت الفلو؟ مثلا فلو الستيم، فلو الستيم بيكون مثلا يعني 3 طن مثلا ل 20 طن على حسب لود الكولوم وعلى حسب اللود وما الى ذلك، مش دي النقطه المهمه. يعني ازاي هحول الاوتبوت اللي هو من 0 ل 100 لفلو عباره عن فلو ورقم زيرو؟ فالفكره ان احنا عندنا رينج، فالرينج مثلا بتاع الستيم بتاع الفلو ده او الاف اي سي، الاف اي سي ده بتاعنا اف اي سي هيكون له رينج قبل كده قلنا عليها سبان. رينج دي كام؟ مثلا هيقرا من 0 ل 25 طن، ده الرينج. هنحول احنا الاوتبوت بتاع الاف التي اي سي نفس الكلام، الزيرو بتاعنا هيكون 0 وال 100% هتكون هي ال 25 طن. بمعنى بسيط لو الاوتبوت بتاع التي اي سي كان 50% ده معناها ان السيت بوينت للفلو هتبقى 12.5 طن. بمعنى بسيط تاني ان احنا الاوتبوت بتاع التي اي سي ده هيتحول انه ان من 0 ل 100 يتضرب في السبان او الرينج بتاع الاف اي سي، ودي هتبقى سيت بوينت. فالليرنج هتبقى كده، اللاير الاولانيه اللي هي التمبريتشر، هنقيس التمبريتشر، هنشوف التمبريتشر دلوقتي كام، وهنشوف السيت بوينت اللي هي التمبريتشر اللي انا اليوزر اللي انا عايزها. اوكي طيب الكنترولر الفرق ما بينهم هيبقى ايرور، وده هيروح لكنترولر اللي هو الاف اي سي. الاف اي سي هيطلع اوتبوت عادي خالص زي ما كنا المفروض ان هيحط اوتبوت، بس الاوتبوت ده مش هيروح على كنترول فالف، هيروح على سيت كانه سيت بوينت، هيتضرب في الاسبان زي ما قلنا هيطلع منه سيت بوينت. السيت بوينت دي هتروح تتقارن مع الفلو بتاع الستيم الحالي فينتج عنه ايرور جديد يحرك الاف اي سي
يحرك الكنترول فالف. زي ما قلنا ايه الهدف من الكلام ده؟ ليه احنا بنعمل ليرنج كده؟ علشان خاطر نضمن ثبات الستيم، لانه التغير اللي هيحصل على التمبريتشر دي، خلينا نوضح دي اكتر. التمبريتشر اللي على التري دي ممكن تتغير بكذا طريقه. في ليكويد هنا على التري، الليكويد ده بيوفر فلو، في جازز طلع كده نتيجه ان في البوتوم، والبوتوم درجه حرارته عاليه، وفي جازز طلع، ففي فيبر لود، حاجه اسمها فيبر لود، وليكويد لود. التري اللي فوقها بتنزل برده كمان عليها اوفر فلو بليكويد تاني. طيب لو في تغير حصل جوه الكولوم ده، زي ان الفيد اللي داخل الكولوم زاد مثلا، التمبريتشر طبعا هتتغير جوه الكولوم، وده بطبيعه الحال لما يغير التمبريتشر هحتاج انا اظبط الحراره دي تاني او ارجعها تاني للقيمه اللي انا عايزها عن طريق ان انا اغير الفلو بتاع الستيم. لكن في تغير تاني ممكن يغير التمبريتشر دي، هو تغير فلو الستيم وحده. نفترض ان البريشر بتاع الستيم اتغير، نفترض ان الكوندنسيشن ده حصل فيه مشكله، نفترض ان الكنترولر ده حصل فيه مشكله، او الريبويلر نفسه بدا يحصل له مشكله، الريبويلر نفسه بدا يحصل له مشكله، ما يبقاش فانكشننج، ما يبقاش بيدي الحراره هي ان الهيت اكسشينجينج سيرفيس مثلا الاريا بتاعته ما بقتش متاحه للتفاعل، ما بقتش متاحه لل ان السيرفيس اريا بتاعته ما بقتش متاحه الاكسشينج ما بين الستيم وما بين الهيدروكربون اللي هنا. فبالطريقه دي انا هحتاج اظبط الفلو بتاع الستيم الاول، فانا عايز احافظ على الفلو بتاع الستيم ده رقم واحد. بعد كده ده هيؤدي ان انا احافظ على التمبريتشر. فبالطريقه دي حطيت اتنين اف اي سي، اتنين انديكيتور، حطيت اتنين انديكيتور وحطيت اتنين كنترولر. بس في الاخر خالص الدايره دي هي عباره عن سنجل لوب، لان هي لوب واحده، هو الهدف منها انه يتحكم في التمبريتشر، وكان كنترول فالف واحد، فانا كنت عايز اتحكم في، هي لوبه واحده، لكن تقدر تسميهم تو لوبس او نستد لوبس، لان هي لوب جوه لوب، ممكن تسميها انهانسد لوب، مش هتفرق التسميه قد ما نقدر نفهم هي عباره عن ايه بالظبط. هي عباره عن لوب صغيره متحوطه بلوب كبيره، اللوب الكبيره دي هي عباره عن التارجتد لوب. اصلا احنا عايزين نتحكم في التمبريتشر في الاساس، احنا ما يهمناش الفلو بتاع الستيم، احنا يهمنا التمبريتشر، لكن علشان نتحكم في التمبريتشر محتاجين نتحكم في الفلو بتاع الستيم. فبالطريقه دي التمبريتشر هي اللي بتدي سيت بوينت للفلو بتاع الستيم، ولما بنثبت الفلو بتاع الستيم بنسبه كبيره في التمبريتشر هتثبت الا اذا حصلت تغيرات تاني، وده هيتبعه على طول ان احنا نغير كمان الاوتبوت بتاع الكنترولر بتاع الاف اي سي تي اي سي، وهيتبعه ان احنا نغير الاف اي سي. يعني ببساطه ان كله هيتغير تاني عشان نقدر نرجع نظبط نفس التمبريتشر هي هي، لكن بالطريقه دي احنا بنتحكم احسن. طيب اللي انا عايز اقوله، في مودز للكنترولر، اي كنترولر ليه ثلاثة مود، ليه اكتر من كده طبعا، بس يعني هنتكلم على الثلاثه الشائعين او اللي استخدمهم مشهور. الكنترولر المود الاولاني هو المانيوال مود. وفي الحقيقه لما انت بتحول الكنترولر لمانيوال مود، انت كل اللي بتعمله انك بتكسر اللوب دي تماما، بتكسر اللوب من هنا، وانت مباشره بتروح حاطط اوتبوت مباشر للكنترول فالف. انت اللي بتقول للكنترول فالف افتح 50% او 60% او اقفل زيرو او افتح 100%. انت كراجل المتحكم انت اللي بتقول له افتح كذا او اقفل كذا، بناء على ايه؟ بناء على خبرتك في النقطه دي، او انك عينك شايفه البارامتر اللي انت عايز تسيفه. دي المود الاولاني. المود الثاني عباره عن الاوتو مود. والاوتو مود هنا في اللوب دي، الاوتو مود عباره عن انك انت هتحط سيت بوينت، انت كراجل متحكم هتحط سيت بوينت للاف اي سي، بس مش هتربط التي اي سي، التي اي سي كده مش هيبقى شغال. كل اللي مطلوب منك دلوقتي الكنترولر انك تديله، انت اللي هتديله سيت بوينت للاف اي سي. يعني انت اللي هتقول له خد دخل كام طن ستيم من الاخر، هتقول له دخل 5 طن 6 طن 10 طن، وده برده انت بتعمله على حسب خبرتك وعلى حسب الفيز اللي انت فيها في ستارت اب في شت داون، او ان انت شايف في مشكله في التي اي سي، فبتفك الدايره من هي كاسكيد بتخليها اوتو بس. فاحنا قلنا اول حاجه المانيوال مود انك بتحط الاوتبوت، الاوتو مود انت بتحط السيت بوينت للاف اي سي في الشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده. الحاله الثالثه كاسكيد مود. الكاسكيد مود هنا ان احنا الدايره الثانيه دي او اللوب الثانيه دي بنربطها، فبنشغل احنا بقى ساعتها هنحط احنا السيت بوينت بتاع التي اي سي، والتي اي سي هيطلع اوتبوت عباره عن سيت بوينت للاف اي سي، والاف اي سي هيتحكم في الكنترولر. وبالطريقه دي انت كده
الكنترولر بتاعك شغال بالمود اللي هو الاكثر امانا او الاكثر استقرارا، هو الكاسكيد مود. في الحقيقه وغالبا من الخبره كده في الشغل انا دي، يعني من الخبره كده عاده اللي بيحصل ان انت وانت نورمال اوبريشن والدنيا معاك تمام والدنيا سموث ومفيش مشاكل واللود تمام مفيش تغيرات كبيره، عاده بتكون على كاسكيد مود. لكن لو انت عاوز، لو حصل تغيرات، لو حصل شت داون، لو حصل اي وقت حصل فيه تغيرات كبيره، عاده اللي بيحصل انك بتفك الدوائر دي من الكنترولر وبتاخدها يا اما مانيوال يا اما اوتو. بس عشان نسمع برضو اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، احنا اتكلمنا فيه ان احنا عايزين نعمل انهانسمنت لسنجل لوب. سنجل لوب اللي هي فيدباك كنترولر زي كده، كنا بنتحكم في التمبريتشر بتاعت التري دي عن طريق ان احنا نتحكم في الفلو بتاع الستيم، بس دايركت كنترولينج. التي اي سي بيدي اوتبوت للكنترول فالف هنا. التي اي سي عباره عن التمبريتشر الحاليه اللي موجوده وسيت بوينت انا مديها للتمبريتشر للتي اي سي ده، فالاوتبوت هيكون عباره عن اوتبوت للكنترول فالف ده، هيقول للفالف يا اما تفتح تدخل كميه ستيم اكتر عشان نعلي الحراره، او كميه ستيم اقل علشان الحراره عاليه اوريدي. لكن احنا قلنا انه الفلو بتاع الستيم، اذا كنا احنا هدفنا اصلا نتحكم في التمبريتشر فاحنا بنتحكم في الفلو، طب ما احنا ممكن نعمل دايره للفلو وحدها، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في اللي بعد كده. دايره الفلو بتاع الستيم ان احنا حطينا فلوميتر هنا قسنا الفلو واتحكمنا في الفلو بدايره مغلقه اللي هي دي اف اي سي، هيدي اوتبوت للكنترولر وهنقيس الفلو بالاف اي ونرجع نقارنه بسيت بوينت بس، وهنطلع ايرور وهكذا. بس الدايره دي بقت كلوز لوب. بس الفكره في السيت بوينت هتيجي منين؟ السيت بوينت في المود اللي هو اوتو مود انا اقدر احط سيت بوينت دايركت، انا اقدر احط السيت بوينت اقول له انا خلي الفلو بتاع الستيم كذا. لكن في الليفل اللي انا عايزه اكتر اللي هو ان انا هخلي التي اي سي، التي اي سي بتاعي يطلع اوتبوت، والاوتبوت ده بناء على الكرنت تمبريتشر جايه له والسيت بوينت اللي انا مديها له هيطلع لي اوتبوت. الاوتبوت ده هيبقى عباره عن سيت بوينت للاف اي سي، فالتي اي سي بيدي سيت بوينت للاف اي سي، والاف اي سي بيتحكم في الكنترول فالف بناء على الفلو اللي قاليه هو دلوقتي. وبعد كده اتكلمنا على المودز بتاع الكنترولر، قلنا انه في ثلاثه مود، يا اما مانيوال مود، وقلنا في المانيوال مود ان احنا بنكسر احنا الدوائر دي كلها واحنا دايركت بنحط الاوتبوت للكنترولر ده. احنا اللي بنقول للكنترول فالف ده افتح 10 20 0 100، انت اللي بتقول له افتح وخلاص، بتشوف انت الفلو، بتشوف انت التمبريتشر. الكنترولر كده مش بياخد فيدباك عن اي حاجه، هو كل اللي بيعمله انه بيفتح يعدي او بيقفل ما يعديش وخلاص على كده. لكن في الاوتو مود بقى ان انت هتقول له خلي الفلو هنا رقم محدد. اوكي، كل مهمه الكنترولر دلوقتي انه يخلي الفلو رقم محدد ده، لكن هو مش شايف التمبريتشر، خلاص التمبريتشر مش موجوده في المعادله بتاعته. بمعنى بسيط انك انت كسرت الدايره دي وبقت الدايره دي بس هي اللي شغاله. الدايره دي عباره عن ايه؟ الاف اي سي بيتحكم في الكنترول فالف وبعدين بيشوف الفلو تمام مش هيغير حاجه، لكن لو الفلو متغير او اكتر او اقل هيبدا يتحكم في الفلو. الدايره اللي بعد كده او الفكره اللي بعد كده انك تخليه كاسكيد مود. كاسكيد مود انك انت هتحط سيت بوينت للتي اي سي، انت مالكش دعوه بالاف اي سي، خلاص مالكش دعوه بالفلو، مش بتبص للفلو بتاع الستيم، انت بتحط سيت بوينت للتمبريتشر والتمبريتشر هي اللي بتحط سيت بوينت للفلو، وبعد كده بيتحكم في الكنترول فالف.